ولنقاش الأنباء المتضاربة حول إرغام قوات البحرية الأمريكية لناقلة النفط الإيرانية على العودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. في ظل تضارب الروايات حول ناقلة النفط الإيرانية التي أرغمتها القوات الأمريكية على العودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، كيف يفسر إقدام القوات الأمريكية على تفتيش السفن الإيرانية وإيقافها؟ في الواقع لم يصدر حتى الآن أي بيان أمريكي رسمي يوضح حقيقة ما جرى، إذ إن البيان الإيراني يحمل شيئا من التناقض وحتى عدم الموضوعية، إذ لم يسبق أن قامت البحرية الأمريكية بمصادرة شحنة ونقلها من سفينة إلى سفينة، إذ سبق لها أن صادرت حمولة نفط إيرانية كانت متوجهة إلى فنزويلا وقامت بمصادرتها ونقلها إلى الولايات المتحدة وبيعها وضم أموالها أو ثمن الشحنة إلى صندوق مكافحة الإرهاب. الرواية الإيرانية فيها شيء من البطولة التي تحتاجها إيران لجمع جمهورها لإعادة الثقة بأنصارها ومؤيديها في محور إيران الذين باتوا يشككون في قدرة إيران على مواجهة العقوبات ومواجهة صعوبات الحصار الأمريكي. الولايات المتحدة تعزز من عقوباتها على إيران نتيجة تأخر إيران ومماطلة إيران في العودة إلى المفاوضات النووية في فيينا. أيضا إيران تحاول الضغط على الولايات المتحدة من خلال تفعيل الصراعات سواء في العراق من تأخير إصدار نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، تفعيل حركتها على الساحة السورية وقصف معسكر التنف في سوريا، أيضا عرقلت الاستقرار الحكومي في لبنان. إذن هناك الصراع يتفاقم ويتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا لا يمكن أن ننسى أو نتجاهل إصابة السفن في البحر في مختلف البحار، حيث أصيبت عدة مرات سفن إسرائيلية وسفن إيرانية بأضرار لكن كانت محدودة، وهذا يؤكد أن الصراع متفاقم وأنه قد يتطور إلى أن يصبح صراعا مفتوحا. ما جرى اليوم هو مؤشر خطير في الحقيقة، ويمكن قد يؤدي إلى أشياء تتجاوز القدرة على الضبط في حال تبين أن أضرارا كبيرة قد وقعت، أو أن الولايات المتحدة بالفعل سوف تمنع إيران من تصدير بعض نفطها إلى خارج إيران. انطلاقا من هذه النقطة التي أشرتم إليها والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إلى أي مدى تتحدى طهران العقوبات برفع علمها على الناقلة النفطية إن صح ذلك؟ طبعا إيران بحاجة إلى تصدير النفط، هي بحاجة إلى أموال نقدية لتغطية نفقاتها واستيراد المواد الضرورية اللازمة لكافة صناعاتها وحتى بعض المنتوجات الزراعية، لذلك هي بحاجة لتصدير النفط بأي شكل من الأشكال، وهي تعمل على تهريب النفط عبر سفن تحمل أعلام دول أخرى، أو حتى الآن عندما ترفع العلم الإيراني إذا كما تفضلت إذا سبقت إيران بهذا الكلام فهي تحاول أن ترفع مستوى التحدي إلى أعلى مستوى بحيث يكون هناك خيار من الاثنين، إما المواجهة وإما السماح لإيران بتصدير بعض من نفطها نظرا لحاجتها الماسة إلى النقد. وكما تعلمون بالأمس أوقف حزب الله استيراد النفط الإيراني إلى لبنان، وأعلنت شركة أمانة التابعة لحزب الله أن اعتبارا من اليوم من الأمس توقفت عن الاستيراد، وهي فقط ستسلم ما التزمت به للتجار الذين اشتروا المدد المازوت الإيراني. إذا حتى تصدير نفط إيراني إلى لبنان والذي كان تجاوز عنه الأمريكيون أصبح متوقفا لأسباب لم تعلن حتى الآن بعد. شكرا جزيلا لكم الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية، والمعذرة على المقاطعة لضيق الوقت.